امبارح كنا أشرنا إلى بيان البرلمان الأوروبي واعتراض الأحزاب السياسية على والقوى المدنية على هذا البيان، بيان البرلمان الأوروبي الذي اعتبره الجميع أنه تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري. النهاردة الجديد أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعلن رفضه لتصريحات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وقال البرلمان المصري في بيان ليه أن المدعو هشام قاسم متهم في جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم. وتابع البرلمان في بيانه أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يأتي ضمن سلسلة محاولات البرلمان غير المبررة واليائسة. طبعا موضوع البرلمان الأوروبي وتدخله في الشأن المصري هو زي ما أشرنا امبارح والجميع أشار أنه هو ليس بجديد وليس بمستغرب. التاريخ ما بين البرلمان الأوروبي والشأن الداخلي المصري تاريخ ممتد، كلما يحدث هناك إنجاز كلما يحدث هناك تقدم في الشأن الداخلي المصري بيطلع لينا البرلمان الأوروبي وكل المؤسسات التي على شاكلته للخوض في الشأن الداخلي المصري، وده أمر مرفوض تماما من جميع المصريين قيادة وشعب. احنا معانا على الهواء مباشرة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. سيادة النائب أهلا بك معانا في التاسعة يا فندم. أهلا بسيادتك وبالسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. النهاردة بيان صريح وواضح من مجلس النواب، يعني الكواليس. خليني الأول يعني أستأذن سيادتك أن تهزي الفرصة النهاردة السادس من أكتوبر 2023 لوبيلي الذهبي لانتصار أكتوبر العظيم، تقدم للشعب المصري ولسيادة الرئيس وللقوات المسلحة الباسلة بالتهنئة بمناسبة ذكرى العبور العظيم في 73. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب. أما بالنسبة لقرار البرلمان الأوروبي فزي ما سيادتك أشرت بالضبط، أقل وصف ممكن وصفه به إن هو تدخل سافر وغير مقبول ويفتقد للموضوعية ويفتقد للمصداقية ويفتقد لأبسط قواعد السياسة من ناحية وأبجديات العمل القانوني من ناحية أخرى. لو قلنا من الناحية السياسية فأعتقد إن ما جاء في بيان مجلس النواب المصري اليوم أعتقد أنه أسلج صدور المصريين، لأنه جاء معبرا عن السيادة الوطنية وأن الدولة المصرية دولة ذات سيادة ولا تقبل أي نوع من أنواع الوصاية أو التدخل في الشأن الداخلي من ناحية. من ناحية أخرى مصر بتدي درس جديد بأن غير مقبول التدخل في أعمال السلطة القضائية، وزي ما سيادتك أشرت الاسم اللي ذكر تحديدا وتم تسميته تحديدا بيطالبوا بإسقاط التهم عنه والإفراج عنه محكوم عليه في قضية جنائية وليس قضية، يعني لا يوجد ما يسمى بقضية سياسية كما يحاول التنظيم الإرهابي أو الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي وبعض المنظمات الدولية التي تخدم فكر هذا التنظيم الإرهابي. هذا غير حقيقي، في محاكمة جنائية وقضاء المصري قضاء مستقل، ومش مقبول أبدا أن حد يطلب مننا أن نتدخل في أعمال السلطة القضائية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا وبرضو من وجهة النظر السياسية، في مشاكل في الدول الأوروبية تتعلق بحالة حقوق الإنسان بداية من التمييز في التعامل مع اللاجئين من دول بخلاف دول أخرى، تمييز بناء على اللون، بناء على العقيدة، بناء على الجنس. لكن لو كانوا عايزين يشوفوا إزاي يتم التعامل مع اللاجئين وحقوق الإنسان يجوا يشوفوا مصر بتستقبل رعاية الدول الأخرى اللي عندهم مشاكل إزاي. يمكن انا مش عايز يعني اقول،
بس لا هي صورة واضحة والصورة واضحة وبالأرقام كمان يعني. يعني حتى التعامل مع أداء رسوم الخدمات اللي زي الكهرباء والمية وغيرها زيهم زي المصريين زي المواطن المصري. هو أما من ناحية اتفضل أنا مش هأضيف جديد على بيان مجلس النواب المصري من الناحية السياسية. أما من الناحية القانونية في لفظ مهم جدا ورد في بيان مجلس النواب، يقول لك هذا القرار ولد ميتا. ببساطة إيه معناها إيه دي من الناحية القانونية؟ بقول هذا القرار يفتقد لأبجديات القانون، دول ما عدوش أصلا على أي كتاب في أبجديات القانون. المنظمات الدولية الدول عليها أن تسلك بالضبط الطرق القانونيه لاصدار مثل هذه البيانات. واعتقد ان ممكن يكون بالضبط انك لو هتصدر بيان تصدر بيان من مصادر صحيحه مش مواقع التواصل الاجتماعي. لا وغير كده انت تملك اصلا انك انت تصدر قرار في غير اختصاصك، ما تملكش. لا املك طبعا. انت تطلع قراراتك لدول الاعضاء في البرلمان الاوروبي بالزبط. وتبقى عارف ان انت ايه اللي بتستهدفه من هذا القرار. يعني ألف به كده الاختصاص والغاية من القرار، يعني تكون مختص وفي غاية من قرارك وتكون عارف قرارك هيتطبق فين. اسمها محل القرار. وعلشان كده قرارهم قرار منعدم الأثر وتدخل سافر وغير مقبول. واحنا اعتدنا من البرلمان الأوروبي وبعض المنظمات في أوروبا على ان هي لا تعمل بموضوعية، إنما تعمل بهدف خدمة تنظيم إرهابي بأجنتات. دولي بأجنتات له تأثير عليهم هناك بأجنتات. ويعني خليني يعني أختم بالكلمة حضرتك أشرت ليها وكانت موجودة في بيان مجلس النواب المصري، هو بيان ولد ميتا أو قرار ولد ميتا. النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا.